في آية في القرآن بتقول الكلام ده، في آية في القرآن بتقول إن الذكر يخليك تبدع. أيوة، فين الآية اللي في القرآن؟ اسمع كده، ولقد آتينا داود منا فضلا، سيدنا داود، يا جبال أوبي معه، اذكري معاه، والطير كمان الطير، وألنا له الحديد. لا لا، أنا عايز أفهم الآية كويس. يا جبال أوبي معه والطير، من حلاوة ذكره بقت الجبال متنغمة معاه، بتسبح معاه، والطير بيسبح معاه. تخيل لما يسمو الذكر لدرجة أن الكون متناغم بيذكر ربنا معاك، حجرة رائعة مش كده؟ بس إيه العلاقة بالجملة اللي وراها؟ يا جبال أوبي معه والطير، فهمناها. واو هنا حرف عطف، يعني اللي جاي له علاقة باللي فات. ألنا له الحديد، يعني إيه ألنا له الحديد؟ سيدنا داود أول من اكتشف فكرة تطويع الحديد. البشرية ما عرفتش تطويع الحديد إلا مع نبي من الأنبياء. الأنبياء هم اللي أحدثوا طفرات في حياة البشرية، مش بس المخترعين. ألنا له الحديد، يعني إيه؟ كل ما له علاقة باكتشاف صناعة، الصناعة مرتبط بتطويع الحديد. الصناعة كلها ابتدت بفكرة إن الحديد نقدر نستخدمه بدون استخدام تطويع الحديد اللي اكتشفه سيدنا داود. ما كانتش البشرية لا ثورة صناعية ولا غيره. بس إيه علاقة يا جبال أوبي معه والطير وبين حرف الواو وألنا له الحديد؟ لما صفت روحه، لما عاش مع ذكر الله بهذا الصفاء الكبير، صفي عقله وبقى عنده مساحة كبيرة، فأبدع إبداع للحياة إلانة الحديد. فكانت ذكر طريقة للنجاح في الحياة. الله على الفكرة الجميلة. مين بيفكر كده؟ ومين يفهم الموضوع كده؟ مين يفهم الموضوع إن الذكر يؤدي إلى إحياء الحياة والإبداع؟ القرآن بيقول كده، لفتة قرآنية رائعة بين حلاوة الذكر القوي العميق المؤثر وبين الاختراع والاكتشاف والإبداع.